هي الحقيقة ما يحصل بمنفذ فريدير ومن اعتصام أمام هذا المنفذ ومنع الشاحنات من الدخول أو الخروج من العراق يشكل تهديداً صريحاً للاقتصاد العراقي، باعتبار أن هذا المنفذ هو أحد الشرايين المهمة لاقتصاد البلد، وبالتالي يعني هذا يضع العراق ب يعني نقطة حرجة جداً، خصوصاً وأن الحكومة إلى الآن لم تتخذ موقفاً حاسماً باتجاه هذا الموضوع. فيما يخص النجف والحنانة والخروج بتظاهرات من عدمها، إلى الآن لم يصدر عن السيد مقتدى الصدر، تعرف أن التوجيهات تصدر من الحنانة بشكل عام، والسيد الصدر منع سابقا بأن تكون هنالك تظاهرات مشاركة لهذه التظاهرات التي تمنع الآن دخول أو خروج الشاحنات من وإلى العراق، وبالتالي السيد الصدر لم يصدر إلى الآن أي توجيه بخصوص الخروج بتظاهرات فيما يخص هذه القضية أو حتى القضية الفلسطينية. ما أن وجه السيد الصدر ببيان أو خطبة أو حتى بتغريدة، ستجد القاعدة الجماهيرية التابعة للتيار الصدري حيث يعني يريدها السيد مقتدى الصدر ستكون حاضرة. طيب، هل من المتوقع أن يصدر موقفا صدريا قريبا حول ما يدور في منفذ طريبيل؟ يعني بالتأكيد السيد الصدر يراقب عن كثب كل ما يحدث بالساحة العراقية، وبالتالي لابد أن يكون هنالك موقف للسيد الصدر، هذا ما يراه المراقبون بالتأكيد. يعني الحديث عن خروج لتظاهرة وغلق يعني منفذ حدودي مهم جدا، وإعلان الحكومة قبل أيام إغلاق المنفذ لمدة 48 ساعة، هذا بالتأكيد عطل الكثير من المصالح خصوصا للبلد. الكل يقف مع القضية الفلسطينية، وبالتالي يعني لا 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 مبرر لي يعني إغلاق الحدود من أجل يعني تصعيد موقف يعني تغني عليه جهات خارجية تحاول أن تسبب الضرر للعراق. طيب، هل من استعدادات في الشارع العام حول الموقف العام ما يجري في المنطقة، وربما خروج بتظاهرات مماثلة لما حصل في الأسابيع الماضية؟ نعم زميلي، تعلم جيدا أن السيد الصدر طالب بخروج التظاهرة قبل أسبوع أو أسبوعين تقريبا، وشهدت بغداد أكبر تظاهرة احتجاجية خرج بها التيار الصدري تلبية لدعوة السيد مقتدى الصدر بخصوص مناصرة القضية الفلسطينية، وتلتها بعد ذلك خطبتين أو بيانين للسيد الصدر خرج بها وجدد موقفه المرابط على القضية الفلسطينية ورفض العدوان الصهيوني على الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، وتجديد موقف العراقيين من أجل إيصال المساعدات ونصرة أهالي غزة.